ایک سال تک زندگی کا بیمہ، دعائے عاشورہ۔ یہ دعا بہت مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی۔ اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبۃ آدم یوم عاشوراء، یا فارج کرب ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوة موسیٰ و هارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوة صالح فی الناقة یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصلی علی جميع الأنبياء والمرسلين وقض حاجتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه۔ پھر یہاں سے سات بار پڑھیں یا پھر یہاں سے سات بار سنیں۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه۔ سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين۔